استبيان يعني معرفة ليش ما تم إيصال التيار الكهربائي للمنطقة، هل هناك أمور فنية أمور إدارية أساس نفهم وين العلة ونوصل رسالتنا للجهات الاختصاص؟ تفضل. اي نعم، فكل ما نراجع ما في، حتى في بوكسات، يعني البوكسات تتوزع من وزارة الكهرباء، البوكسات الخارجية ليه الحين ما عطونا؟ الحين احنا شو البوكسات هذه؟ البوكس اللي هو الكيوبيكل؟ اي الكيوبيكل، عليكم الكيوبيكل تركب الكيوبيكل العقد مال المحولات؟ اي لا، هذا الوحيد المنطقة هذه ايه؟ ان توردها للوزارة، وزارة الكهرباء. ايه؟ ايه؟ ليش؟ على اساس انه يعطونا التيار هذا بعد من ضمن، يعني هذا عذر لهم مستقبلا انهم حاسبين حسبتنا بالبنيه التحتيه. زين، معنا وكيل وزاره الكهرباء المهندس محمد بوشيري. مهندس محمد، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير احمد، يعطيك سلمك. مهندس محمد، انا شاكر لك على هالمداخله ويانا اليوم. اخوانك في سكان منطقه الفنيطيس في لقاء معاهم لقضيه ايصال التيار الكهربائي لهذه المنطقه، ونبي نعرف الاسباب. بس مهندس محمد، متى راح يتم ايصال التيار الكهربائي؟ شنو الاسباب؟ لحد الان ما وصل لهم خدمه التيار الكهربائي. تفضل باشمهندس. نعم، في البدايه كل الشكر لك شخصيا اخوي محمد. لا تشرف يا بعد قلبي. يعني انت دائما تتلمسون احتياجات المواطنين. ترى انا قاعد اطالع التلفزيون وقاعد اسمع الحشاش والاخوان اللي قاعدين معك، والله كمواطن لما اسمع هذا الكلام اتالم يعني. ودي على قولة القائل ابذل كل جهدي لحل هذه المشكله. ما في خلاف عليك مهندس محمد، اعرف اخلاقياتك ونعرف اخلاصك، وانت اخ عزيز علينا. الله يعطيكم العافيه. حقيقه انا اليوم اتصلوا فيني من المساء الاخوان وقالوا لي انه في مداخله بتصير بهذا الخصوص، فاتصلت بالوكيل المعني في القطاع والاخوان، وودي اشرح لكم يعني بشكل مختصر. هو كان في تصريح نعم صحيح للوزير السابق الابراهيم، ولكن حتى نكون دقيقين، الوزير يعني كلمته كانت تسعى الوزاره ان الى نهايه 2014، وفعلا يعني الاخوان كانوا جاهزين ويشتغلون. ولكن انت محمد مهندس وتعرف عمليه ايصال التيار الكهربائي هي ليست كن فيكون. احنا اليوم نتكلم عن وزاره الكهرباء، مشاريعنا مو احنا نسويها، احنا نسويها بالتعاون مع جهات متعدده في الدوله، والاراضي دائما كلنا نعرف تخصيصها من قبل الاخوان في المجلس البلدي وبلديه الكويت وتسليم الاراضي. احنا نتكلم عن 72 محطه في 8 قطع، استلمنا مجموعه منهم ونفذنا المشروع، وبعض المحطات ما زلنا يعني ما استلمناها بعد، ولكن لكم مني راح نسعى. وخليني اقول لك التالي، يعني احنا داخل علينا العيد، عطنا ماكسيموم شهر من بعد العيد راح نبتدي، بس ارجوكم خلي يكون يعني كلامي واضح. حلو. بعد العيد راح نبلش بالقطع اللي خلصنا المحولات فيها، نبتدي نوصل التيار. يعني احنا نتكلم من بعد العيد ماكسيموم شهر، قد يكون قبل، وراح اسعى انه يكون قبل. حلو، الله يعطيك. راح نبتدي نعطي على حسب البيوت اللي موجوده بالقرب من المحولات اللي تم انجازها. واحنا راح نعمل كل جهدنا، وانا لك مني شخصيا اتعهد بانه راح اتابع هذا الموضوع مع الاخوان، واي موقع اخر ما حصلنا عليه من البلديه نسعى مع الاخوان البلديه ان ناخذ هذه المواقع وننفذ هذه المشاريع، لان الكلام اللي سمعته من الاخوان انا كمواطن قبل لا اكون مسؤول ما يرضي. صراحة إذا أحد من الشباب عنده سؤال. والله أنا أتشكر من المهندس وكيل وزارة الكهرباء صراحة على توضيحه لنا، لأن إحنا كل واحد نروح له ما يعطينا كلام، بس الحين جزاه الله خير ووعدنا وإن شاء الله وعده. يعني وضح كلام المهندس محمد واضح، المناطق اللي خلص خلصت فيها المحطات بإذن الله راح قبل إن شاء الله بعد العيد في اقل من شهر ان شاء الله راح تبدا اجراءات ان شاء الله باذن الله. عندي نقطه، تفضل وياك مهندس محمد لو سمحت، بس في بعض القطع الى الان تتعذرون انها لم تستلم من البلديه، نبي هالموضوع هذا بس لو سمحت انه يخلص بسرعه. يعني بالضبط هذا كلام صحيح، يعني ما هو عذر، يعني هذه جهه رسميه وهذه جهه رسميه،
وزارة. لا نبي عفو أنا مو قاعد أقول أعذار، أنا بس أبيكم تتفهمون وضعنا، ولكم مني ترى معاناتك هي معاناتي. في أربع قطع هي معاناتي باش مهندس، في أربع قطع ما استلموا للحين المحولات ولا تم حفرها يعني. بالضبط هذا الكلام صحيح، وأنا ما أقدر كوزارة كهرباء أجي وأفرض على الآخرين أني أنا بي أحط المحول بهذا المكان دون الحصول على الموافقات الرسمية. زين. هذه دورة مستندية يجب أن أعمل وفقها، ولكن يعني لك مني لك مني التالي أنا بنفسي راح أتابع الموضوع، والإخوان في البلدية أدري ما راح يقصرون، بقعد مع المدير العام وباخذ ملفكم قول فعل يا ابو قول فعل يا بشمهندس جزاك الله خير. ناخذ الموافقات، وتعرف هذه مشاريع مطروحه تحتاج مده زمنيه على تنفيذها، تحملونا في هذه المده الزمنيه، ولكم منه كل شيء نقدر نسويه بنعينكم فيه. قول فعل. مشكور يا بشمهندس. عندك مداخله؟ طبعا بشمهندس انا عندي استفسار بعد فيما يتعلق بالقطع اللي لغايه الان ما انجزت المحولات فيها، من ضمنها واحد واثنين وثلاثه و خمسة تصور. هذه شنو الزمن التقريبي اللي ممكن تخلص القطع؟ متى توصلنا التيار الكهربائي؟ لان احنا في اطار التشطيب حاليا وموقفين قسايمنا وموقفين اعمالنا نعطيهم كهرباء، متى الوقت متوقع ايصال التيار للقطع هذه؟ بالتحديد يعني. تبي صريح معاك ولا تبي اعطيك كلام؟ منو العوائق اللي عندكم؟ شنو الجهات الحكوميه اللي واقفه عائق امام تنفيذ هذا؟ عشان صريح معاك ما عندي وقت معين اقول لك اياه، ولكن اقدر اوعدك بالتالي. أقدر أوعدك أن نشتغل على أنه نأخذ الموافقات الخاصة في المحطات، وعملية التنفيذ قول إن شاء الله تستغرق 6 أشهر إلى 8 أشهر ويكون جاهز، ولكن مرتبطة بتاريخ حصولي على التخصيص الأرض. الحشاشي يعني اخر مداخله معك. يعطيك العافيه مهندس محمد، ويعطيك العافيه على الكلام الحلو صراحه اللي قلته واللي اثلج في صدورنا. اول مره من سنتين احد يعطينا تعهد ووعد على الهواء قدام نقول الكويت كلها. احنا اليوم بس احنا نبي منك شغله واحده، احنا مو معناته ان توصلون نص المنطقه وننسى الباقي، بالاخير كلنا مكان واحد، كلنا اهل وكلنا عيال الكويت. نبي يعني مسؤول من عندكم نقدر نراجعه ويعطينا الكلمه نريح فيها اهل المنطقه، بحيث المده الزمنيه اللي تفضلت فيها بعض المحولات اللي ما استلمتوها وشلون ومتى نقدر يعني انا يعني بالكويتي نقدر نقول الجماعه يتمون يشتغلون ولا يوقفون شغل؟ اي بالضبط هذا السؤال، لان بيني وبينك وايد ناس ما حفرت يقول انا ايش حقه ما ادري متى الكهرباء. في ناس مثل الفتره اللي احنا واصلينها يا مهندس باقي لنا على يعني على السكن شهرين نحط اغراضنا، هم احنا قادرين نقط فلوسنا الصراحه حرام نقط فلوسنا وما ندري متى. غير اللي تضرر حقها بن سعد ابو حمد النجار، ان في عندنا الاخوان اثنين موجودين في الحج حاليا لاداء فريضه الحج صراحه مأجرين جنريتر وقاعدين، لان كانوا مأجرين بيوتهم على 1700 دينار عائله كبيره ناس اكبر يكبروننا بالسن، فاليوم أجروا الجنريتر مع الديزل بنهاية الشهر يطلع عليه 1000، فموفر 700 دينار. اليوم إيش حقه هو يدفع 1000 دينار حتى لو هو موفر 700 دينار؟ فإحنا يعني 1000 هو أبدأ وأولى فيها إنه يخلص ويشطب بيته. فنتمنى منكم إيه والله كلنا أهل وإخوان وبديرة عز، والله يخلي لنا يعني الأمير وأنتوا ما مو مقصرين ويانا الصراحة. فأتمنى منكم إنه يعني عندكم مسؤول نقدر نتواصل لي على طول، ندري انكم مشغولين ومشكور وما قصرت. لا هذا واجبنا. واخذ مني على الهواء عندكم المهندس جاسم اللنقاوي الوكيل المساعد لشبكات التوزيع، هذا الرجل انا اثق فيه. وانا ادري وكلمته اليوم وهو اساسا قاعد يشتغل مع الاخوان المسؤولين عنده، وهم حريصين على انهم يتواصلون معك. فتروح للمهندس جاسم، وكذلك بابي انا مفتوح بالوزارة باي وقت تيون، ترى واجبنا ما تقصر ما قصر ما تقصر مشكور ما تقصر يا فهد. اخر مداخله مع استاذ هاني، اخر ملاحظه مع المهندس. عندي سؤال اخير مهندسنا الكريم فيما يتعلق بصندوق الكهرباء الخارجي اللي يسمى كوبيكا لا تصور. الصندوق هذا احنا راجعنا لطوارئ صباح سالم سبق، راجعنا اكثر من مره قالوا لنا مالك ملويه بحصول الصندوق هذا.
السؤال احنا ممكن متى ممكن نحصل على هالصندوق؟ لان مثل ما انت عارف احنا اشترينا الصندوق من السوق من اي شركه معتمده غير معترف فيه، راح نضطر بالتالي نكسر الصندوق هذا لان في صندوق حديث مطابق وزاره مواصفات وزاره الكهرباء والماء. فعد متى يكون متاح لنا الصندوق؟ نبي المنطقه كلها، ما نبي يكون تقسيم كذلك منطقه فنيطيس، يعني نبي الكل، لان كلنا قاعد نعاني في مراحل البناء وموقفين قسايمنا ناطرين هذا الصندوق عشان نستكمل اعمال هذه القسيمه. بالضبط. نعم. هذا مثل ما قلت لك الموضوع راح يكون عند الأخ المهندس جاسم اللنقاوي وراح يعطيكم الإجابة الوافية فيما يخص الكابيتال. مهندس محمد بوشهري، أنا شاكر لك على هالمداخلة وحوارك مع أخوانك والإجابة على أسئلتهم، وأتمنى لكم كل توفيق وشاكر لكم على هذا التعاون الطيب. الشكر لك أبو أحمد.